ينطلق في العاصمة الروسية موسكو غدا الاثنين الاجتماع السادس للتعاون الخليجي الروسي. وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع الوزاري المشترك يسعى إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة مواضيع مدرجة تهدف إلى زيادة التعاون المشترك وتوفر فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية. وللتفاصيل انضم إلينا مراسل الشرق في موسكو أندريه كيرسانوف. أندريه، لو تعطينا إحاطة بهذا الاجتماع، اجتماع التعاون الخليجي الروسي السادس، من حيث جدول الأعمال والملفات المطروحة للنقاش. نعم زين، مساء الخير. بداية، الخارجية الروسية حتى الآن لم تصدر بيانا جديدا حول هذه الاجتماعات، وهي اجتماعات كما ذكرت بالفعل في الدورة السادسة، يعني تنطلق يوم غد. في البداية سيكون هناك لقاء بروتوكول، يعني حيث سيكون متاحا للإعلاميين يعني تغطيته من داخل الخارجية الروسية أو من دار الاستضافة التابعة للخارجية الروسية. بعد ذلك ستكون هناك مباحثات بين وزراء الخارجية لهذه الدول، وبعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي نتيجة المباحثات. لكن إذا ننظر إلى البيان الصادر من قبل الخارجية الروسية يعني للاجتماع الأخير الذي عقد في أول من يونيو العام الماضي في العاصمة السعودية في الرياض، فهناك كان كثير من الملفات مطروحة على طاولة المباحثات زين، يعني من بينها الأزمة السورية الوضع في ليبيا واليمن والأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وطبعا يعني الأزمة الأوكرانية أيضا كانت مطروحة على طاولة المباحثات. وكما قالت الخارجية الروسية في بيان لها، يعني الجانب الروسي وتحديدا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أوضح ما هي تفاصيل وما هي أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة لدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وهناك كما يبدو كان تفاهم من قبل دول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حول أسباب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. هذا بالنسبة للملفات. بالإضافة لذلك زين، سيكون هناك موضوع العلاقات التجارية أيضا مطروح على طاولة المباحثات بين وزراء الخارجية. وكما كشف البيان الصادر من قبل الخارجية الروسية حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول شبه الجزيرة العربية في عام 2021 تجاوز 8 مليارات ونصف مليار دولار، يعني هي الأرقام الرسمية التي يتحدث بها الجانب الروسي. طبعا الاستثمار أيضا موجود على طاولة المباحثات، وبطبيعة الحال هناك مشاريع تجارية واستثمارية كثيرة. بالإضافة لذلك موضوع الطاقة بدون أي شك سيكون حاضرا على طاولة المباحثات. أندري، هل من المتوقع الخروج باتفاقيات من هذه من هذا الاجتماع؟ عادة زين ليس هناك يعني اتفاقيات تجارية أو استثمارية، لكن هناك ربما بطبيعة الحال سيكون بيان من قبل الخارجية الروسية نتيجة هذه المباحثات. لكن بالنسبة للاتفاقيات، يعني عادة إذا ننظر إلى الاجتماعات السابقة لم تكن هناك اتفاقيات تجارية أو استثمارية أو يعني في مجال الطاقة، لكن هذا تعاون وهو تعاون الاستراتيجي يصب في مصلحة الدولة المشاركة. وبطبيعة الحال هناك يعني آفاق كبيرة بالنسبة لتعاون الشراكة بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. شكرا لك أندريه كيرسانوف مراسل الشرق في موسكو على هذه المعلومات. إذن محاولات خليجية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، إضاءة على أبرز الأرقام حول هذه العلاقة في التالي. لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي حسب آخر إحصائية معلنة في 2021 نحو 7 مليارات و600 مليون دولار، لكن هذا الرقم مرجح للارتفاع في ظل إرادة متبادلة من الطرفين من أجل تعزيز التعاون. الآلات الكهربائية والبلاستيك أهم السلع في الصادرات إلى روسيا، في المقابل تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات من روسيا. الاجتماع السادس للتعاون الخليجي الروسي فرصة لرفع التبادل التجاري بين روسيا ودول خليجية كالسعودية التي وصل حجم التبادل التجاري معهما إلى نحو مليار وستمائة مليون دولار، وسط خطط من الجانبين لرفعه إلى نحو خمسة مليارات دولار.
أما الإمارات فلها النصيب الأكبر من حصة التبادل التجاري الخليجي مع روسيا ليبلغ 9 مليارات دولار بارتفاع بنسبة 68% خلال 2022 عن العام الذي سبقه. وبالنسبة للتبادل التجاري الروسي مع قطر فلم يتجاوز 155 مليون دولار خلال العام السابق.